تبوني اجرب اي تو سي 6 هذا البث؟ ما عندي مشكله. طيب نجرب اي تو سي 6. نفس ما عودناكم بفيديوهات السي، كنت حقول السي 2، فيديوهات السي 6 ما شاء الله، جاء دور آياتو. اليوم راح نجرب بإذن الله آياتو سي 6 مع الفول سيت حقه ممتاز، مع سلاحه ار 3 ما شاء الله، الريت والدمج الحمد لله كويسين، اتاكو عالي ما شاء الله، وضعه في السليم، فيري نايس فيري نايس آياتو. اكيد بيكون مع بنت، مع كويلا فول نوبلس سي 6 كم مدل سي 6 كازوها فولي ام سلاح الفريدوم سون والفردسنت سي 6 ما توقع يفرق يعني لدي الدرجة. شخصية الرابعة يونجن، بس ما اعرف كيف هو يونجن مطورها للأمانة، ديفنس حقها نازل، فممكن نلعب بتشانجلينج مع يا ليل تشانجلينج ما معها ست. طيب مو مشكلة، قبل اي شيء بلعب بسولو هايتو عشان اوريكم قدي كيف هايتو ده مجنون، حرفيا سي 6 جدا مجنون. طيب خلينا نجرب ضد دجاجة، صراحة دجاجة هيلها مرة كتير للأمانة، فأنا ما أتوقع ذاك الشيء، لو نقصناه النص هيلو يكون كويس. خلينا نشوف، فعل ألتو سكيل، ما شاء الله الدمج مرة خرافي كسولو، وعنده طبعا نورمال اتاك سبيد لما نفعل ألتو من السي 4، فهذا شيء برضو بيساعد وبيكون شيء مرة حلو. شايفين كيف ضربات السي 6 تجي على طول، ما شاء الله الدمج خرافي ما شاء الله تبارك الله. طيب انا ما بقتله، لا 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 دخيلك، اوكي 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 كان حيموت، اوكي ضربتين السريعه اللي صارت من السي 6. عموما نبي نعطيه بفات حاليا نشوف ايش يسوي مع التفاعلات، بنحط بنت وبنحط يلا تشانجلينج وبنحط كذا تيمن المعتاد حق هايته. طبعا تشانجلينج بلا ارتفاكتات وما يهم، ما نبغاها تدمج خلقه اصلا، بس نبغى هايته هو اللي يدمج. خلينا نرجع نرفع الالتات ونشوف كيف الدمج. خلينا نشوف، كلنا بنستخدم الالت حقه، طبعا لازم نسوي سكلات عشان باسف السلاح. خلينا نشوف، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، هاي الدمج الدمج مرة خرافي ما شاء الله، وباقي يكمل ده كمان، ايش يبغى زيادة ما شاء الله تبارك الله. وانت يسوي بيه وان شوت يا اخي، بس احس مشوار عبر ما يكرر. طيب يا ساتر، اوكي انت بنت حقك سي 6، والله ما ادري كم سوينا، بس والله البوس انمسح ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا عمي ايش هذا، لا اله الا الله لا اله الا الله. حاولت اسوي سكلات حق الشخصيات عشان الاسلحه، ضربت نورمال ويلا يا عمي مليون رقم جاء، والله مستحيل ذا الواحد يسوي بيه ون شوت، ما شاء الله تبارك الله مكسر الدنيا بسرعته حرفيا، ماني عارف ايش اسوي بيه يفرم البوس فرم ما شاء الله. اوكي 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 روق 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 يا ايتو روق. اوكي اتوقع اني جبت العيد، بس في نفس الوقت سوينا دمجين ورا بعض، دمجين يا عمي ايش، والله ما ادري ايش سوى ده يا اخي. ايتو حقكم معقد سي 6، خلاص الدمج حلو. ودي احطه في تيم سرعه نفس ما جربنا مع سكارا، وهذا الشيء اللي بسويه حاليا ونشوف ايش يصير. طيب رجعنا لبص الدجاجه مره ثانيه، خلينا نسوي التو، خلينا ناخذ بارتكلز بجين، نسوي سكيل. طبعا الشخصيات الثانيه ما، يا ساتر يا ساتر السرعه ايش هذا، ايتو روق روق خلاص حيموت. الشخصيات الثانيه ما عليها شو اسمه اي ارتفاكتات، بدون ارتفاكتات حرفيا. طيب نفس الشيء نفس اللي سويناه، الت ايتو سكيل و الت جين، بعدين سكيل خوينا ذا، يا ساتر استر انمحى البوس مسكين، والله والله مسكين حزنت عليه والله.
حزنت عليه ما شاء الله تبارك الله مسكين البوس. يا الله حرفيا آية سي 6 ترى يعتبر من شخصيات السبيد رن ما شاء الله، فالواحد يمدي يسوي بي سبيد رن لبس أو ضد بوسز نفس ما شفته يعني يمسح البوسز بسرعة ما شاء الله تبارك الله. وبس والله سلامتكم، خلينا نجرب لبس ألبس نبي نجرب آيته. قلنا نحط معاه بنت، بنحط معاه يونجن، ولا يلا منى على طلباتكم وكازوها. يلا بنستفيد من الهايدرو ريزونانس كمان. يلا بسم الله. بسم الله لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله. انمسح البس انمسح خلاص، ما مسكين والله ما شاء الله تبارك الله. والله الدمج ما شاء الله تبارك الله. كيف شيء حلو انك تدمج بشخصية لحالها كأنك قاعد تسوي دمج روتيشن كامل اقسم بالله، يعني ما شاء الله شيء الواحد ما اعرف ايش اقول، ما اعرف ايش اقول لما نشوف شيء زي كذا ما شاء الله. هذا وانا برا التعايث ما شاء الله تبارك الله. شيء جميل شيء جميل ما شاء الله. نرجع لعايته again، نسوي سكيل حقه بعدها نجمعهم. ما شاء الله حرفيا شخصية رهيبة مرة ما شاء الله. طيب وصلنا لآخر تشامبر، هين نشوف أنا ودي أجمع التاتي والله بس يلا خلينا نضرب زيادة ما شاء الله تبارك الله. يا ساتر يا ساتر هذا اللي أبغى هذا اللي أبغى ما شاء الله تبارك الله. انمسح البس انمسح، هات لي التاتي انت بس ونام يا حبيبي ما شاء الله تبارك الله. اخ يا عيت اخ اخ. بس قبل ما انهي المقطع حاب اشكر كويت او حسن اخونا في الله اللي بيعطينا الفرصة انه نلعب باكاونت زي كده ووريكم اياه على اليوتيوب. لا تقصروا معاه، بحط لكم قناته في تحت في الديسكريبشن، وستريمر برضو في التويتش، فلا تقصروا معاه ويعطيك العافية حسن على الفرصة الجميلة هذه. ان شاء الله يكون استمتعتوا في مقطعنا اليوم. اذا انتم مهتمين لا تنسوا تشيكوا على متجر 12 وتستخدموا كود هاني عشان تجيكم خصومات. وغير كذا فتحنا خاصية الانتساب، خاصية الانتساب غير إجبارية، واللي حاب يدعمني أكثر يمديه ينتسب، وعندكم أربع فئات من خاصية الانتساب. شكرا لكل اللي اتخذوا خطوة المنتسبين الزيادة، الله يسعدكم يا رب، الله لا يحرمني منكم. شكرا لكل المنتسبين ونراكم إن شاء الله في وقت لاحق وفي أمان الله يا جماعة.